تونس بقى تونسي، في المغرب تلاقيه مغربي، يعرف يتعايش، يعرف يتأقلم مع شمال أفريقيا، وأنا عارف ده كويس. محسن لمنوم سكرتير تحرير الأهرام الرياضي، أهلا بك يا أستاذ محسن. يعيشك يا أستاذ إبراهيم. أه شفت، قلبت تونسي أهو. بدأ بيعيشك على طول. طالما تونسي بقى. أيوه. يعيشك. أهلا بك يا محسن. حضرتك طبعا والكابتن عادل. أهلا بك يا أستاذ محسن. كنا بنتكلم يا محسن على ان خلاص عرفنا اجواء النادي الاهلي وتدريباته، لكن عايزين نفكر شويه في المنافس بتاعنا. يا ترى قدرت ترصد ايه من خلال المعسكر بتاع الترجي، يعني اجواء الترجي وجماهيره وشايفين الدنيا هم ازاي، وايه اللي يعني ايه اخبارهم؟ والله اقول لحضرتك، رغم النتيجه الايجابيه اللي هي المفروض تصب في صالح نادي الترجي اللي هي 2-2 في برج العرب، ورغم اعتراف الكل هنا في تونس ان الاهلي مش في حالته في الفتره الاخيره، لكن كلهم هنا عندهم حاله تخوف كبيره جدا وقلق كبير جدا 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 من الضيف الثقيل بين قوسين اللي هو النادي الاهلي. السبب في كده طبعا السوابق النادي الاهلي اللي عملها كتير قبل كده، سواء في خارج مصر او داخل مصر، واهمها طبعا حصلت كتير في ملعب رابس، وطبعا كانت قدام نادي الترجي كتير نفس المنافس. عايز اقول لحضرتك ان هم بيتخوفوا من سيناريو كلهم شبه متفقين عليه، ان النادي الاهلي هيلعب هيقفل دفاعه، هيبقى دفاع صلب جدا بحيث انه ما يقبلش اهداف، وفي نص المباراه في الشوط الثاني هيخطف هدف ويقتل المباراه ويفوز، وهم حتى بيقولوا النادي الاهلي بارع في هذا الامر وسبق وعملوا كتير ويقدر يعملوا حتى لو هو مش حل باي لعيبه، لان كل لعيبه النادي الاهلي مخضرمه في وجهه نظرها. ده على توقعات الشارع التونسي او حتى الخبراء الكوره والصحفيين وكل المحبين حتى نادي الترجي. حتى لو حضرتك لو تلاحظ ان هم ما فيش فرحه عندهم خالص رغم ان النتيجه تصب في صالحهم. يمكن كان لو حضرتك تتذكر يا استاذ ابراهيم ويا كابتن عدلي سنه 2001 لما الترجي والاهلي تعادلوا في القاهره 0-0 اللي احتفلوا مع جمهورهم، ولما تعادلوا 1-1 في نهائي 2012 دوري الابطال برج العرب احتفلوا، وفي المرتين خرجوا على ارضهم، في المره دي متعادلين 2-2 ومفيش اي احتفالات ومانعين اي احتفالات نهائيه، لان عندهم مباراه ثانيه يعني الشوط الثاني من المباراه بالنسبه لهم صعب جدا. حتى كنت بتكلم مع محبين الترجي كان يقول لك الضغط هيتنقل على الترجي ويبقى عالي. طب يا جماعه عندكم افضليه التعادل بهدفين، قال لك لا، الترجي يلزمه يجيب جون في اول 10 دقائق عشان يقدر يوتر الاهلي. طب ما هو برضه حتى رديت على الحته دي قلت لهم الاهلي ممكن يتعادل مثلا ويكسب 2-1، قال لك لا، يبقى الترجي المفروض يجيب 2، المفروض يجيب 3، فهم مشوشين بسبب سوابق النادي الاهلي المعروفه وخصوصا في ملعبها. يعني بيتفق مع استنتاجاتنا ان الترجي وجماهيره عايزين شوف التركيز على وش اللعيبه، الترجي وجماهيره عايزين يجيبوا جول عشان يقدروا يطمئنوا. لكن انت شايف بالظبط في اول 20 دقيقه. طيب الـ على مستوى العلاقات ومستوى التعامل الاعلامي مع النادي الاهلي، انت شايف التوتر اللي كان بيبقى موجود عاده في السابق ده ما زال موجود على صفحات الجرايد ولا الدنيا هاديه؟ لا 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 مش موجود تماما. ناس في اليمن من بعض الامور يا كابتن عدلي اللي هو الناس بتقول رايها، اللي هو مثلا ايه يعني كان في حته متكلمين عليها في الصحف التونسيه النهارده اللي هو موضوع الحكم الكاميروني وسلق الكهرباء ما بينه وبين فرانس كوم. طبعا نفوا الكلام ده تماما وبيقولوا ان دي وسيله من وسائل النادي الاهلي للضغط على الحكم، ده على حد تعبيرهم يعني. طبعا نفوا الكلام ده ومفيش وده مش صحيح، نفوه جمله وتفصيلا يعني، وكل الصحف تقريبا متفقين على انه المعلومه دي مش صحيحه، والله اعلم طبعا اذا كانت صحيحه ولا لا. مش هم اللي يقولوا، الاتحاد الافريقي هو اللي يقول يعني. انا بصراحه ما لقيتش تاكيد المعلومه دي حتى هذه اللحظه يعني. يعني انت عايز تقول لي ان انت عايز تقول لي ان انت بنشاطك الصحفي مش هتدور على قسيمه الجواز بتاعه الحكم؟ مش ما حدش هيدور فعلا على سيره الجد. ايوه يا صوره. حابب اقول لحضرتك بس في اكيد طبعا وصلتكم اخبار من معسكر الترجي ان هو الكابتن فازل بالزبط عنده مشاكل في تقريبا في 3 خطوط من خطوطه، الدفاع المركز حراسه المرمى بعد الاصابه المفاجئه لمعز بن شرفيه. طبعا هي مش اصابه، هو كان عنده عمل عمليه جراحيه فاستوجب الراحه 3 ايام، وبالتالي ممكن بشكل كبير جدا هيغيب عن المباراه. ايه العمليه الجراحيه اللي 3 ايام دي؟ يعني
كان عنده فسفوسه ولا ايه؟ ايه يعني ايه عمليه جراحيه ثلاث ايام؟ اسفل الظفر المعلومات اللي وصلت لها. تمام. دمل بقى ولا حاجه؟ يبقى هيلعب ماشي. بالنسبه برضو كانوا متخوفين من منتصر قلبي اللاعب المدافع اللي هو صغير في السن كان في مباراه الاهلي متخوفين منه، في بيرجح ان هو يلعب مكانه اللاعب علي المشاني اللي هو عنده خبرات اكبر من منتصر القلب. وفي نفس الوقت طه ياسين الخميسي لن يكتمل شفائه، رغم ان كل التاكيدات بتيجي من معسكر الترجي انه اكتمل الشفاء وجاهز تماما، لكن ربما ان المدرب فاضل الجزارتي يبقيه على دكه البطلاء ان احتاجه، او ربما يلعب فيه ويطلعه ثاني كنوع من الضغط او نوع من الضغط النفسي على النادي الاهلي او الحرب النفسيه مع النادي الاهلي. لكن هو بيجهز بداله اللاعب هيثم الجويني، وده مهاجم شاب ويعني احد المهاجمين الكويسين او البارعين لنادي الترجي، بيفكر ان هو يحطه بدل طه ياسين الخميسي في حاله ان هو ممكن لو ما لعبش يعني المباراه. انا رايي يا رب يلعبوا فول تيم عشان نفضل على تركيزنا واهتمامنا، لان ربما احنا لو ما لقينا مهاجم جديد ما تركيزنا يروح شويه. اتمنى نلعب فول تيم. بالظبط كده على مود. بالظبط اي حد الاهلي قادر يواجهه ان شاء الله. الامن التونسي وافق على 20,000 ولا 40,000 للمباراه؟ لا كان 40,000 لحد النهارده كان 40,000. والتذاكر طبعا نفذت مش كده؟ نفذت، وفي كمان مش لسه ما نفذتش لان في بكره مبيعات برضه للتذاكر. لمست مؤازره جماهير الافريقي للاهلي ولا مش ملموسه عندك؟ لا، لان جمهور الافريقي عنده مباراه مهمه جدا مشتته تركيزه ضد الجزائر بطوله الكونفدراليه ثاني يوم، لانهم مغلوبين من المولوديه في الجزائر 1-0 وهيلعبوا يوم الاحد على ملعب رادو قدام المولوديه. طبعا ده مشتت ذهنهم ومش مخليهم مركزين مع الترجي خالص، طبعا مع امنياتهم ان الاهلي يفوز على الترجي الثالث بلا شك يعني. هو الترجي لو كسب هيفضلهم. بالظبط. الترجي في معسكر مش كده يا محسن؟ بالظبط، الامور اللي موجوده في كل مكان في العالم. نعم طبعا الترجي في معسكر مش كده؟ الترجي في معسكر بيقول لك في تربص اكيد، يقول لك دخلوا تربص. كان فتح التدريب لاول ربع ساعه وبعد كده اغلقوا، يعني ما فيش مفاجات يا استاذ ابراهيم زي ما حضرتك عارف في القدم دلوقتي يعني. صحيح. شكرا جزيلا للزميل العزيز الاستاذ محسن لملوم سكرتير تحرير الاهرام الرياضي، واللي موجود في تونس حاول يرسم لنا بعض ملامح صورة الترجي وإزاي فوز البنزرتي بيجهز فرقته لمباراة السبت إن شاء الله. إحنا شفنا في الفيديوهات، شفنا رأي ميدو وشفنا علي ماهر. الحديث عن دفاع الأهلي بقى،